قال أحد السلف: لو يعلم الناس عظمة الله ما عصوا، لو عرف الناس عظمة الله ما أحد عصاه، ولو علموا صفات الله لأحبوا الله جل وعلا. فالإنسان يستشعر مراقبة الله، يستشعر أن الله يسمع ويرى في أي مكان. الآن الله يسمعنا، الآن الله يرانا، يسمع الداعي في أي مكان يدعوه، في بيته، في سيارته، في طائرته، في سفينته، في أي مكان يسمعنا جل وعلا ويرانا. لذلك استشعر الإنسان هذه المعية وهذه المراقبة، فيفعل ما يرضي الله ويجتنب ما حرم الله.